نحن اليوم في جلسة واحدة دستورية، أنتن افتتحتن الجلسة ورفعتموها، نحن خارج الإطار. كان الأجدر بكنا إما أن تتكلمن عن إيقاف الجلسة، أو الأجدر والأصح هو عن تعليق الجلسة. نحن اليوم الآن خارج القانون، افتتحت هي جلسة واحدة دستورية، افتتحت ورفعت، انتهى الأمر. اسمح لي السيد. هذا القانون، جلسة واحدة دستورية تم افتتاحها ورفعها وانتهى الأمر. اسمح لي السيد الرئيس، ورفعت الجلسة. نقطة نظام في التسيير أو تطبيق النظام الداخلي. سأتكلموا في تطبيق النظام الداخلي. نصف ولاية والمعارضة تطالب الحكومة بالخضوع لسيادة الدستور والقانون، وذلك بحضور جميع أعضاء الحكومة المبرمجين في القطب، وهي تماطل إلى أن افتعلت مجموعة من الأغلبية، حتى لا أقول المقاطعة المعلومة، ضجة.